السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت زمان. النهاردة هبدأ الحلقة بفقرة قعدة ستات، والفقرة دي عبارة عن أنه بنستقبل على الفيسبوك المشاكل والقصص بتاعتكم، وبنقعد وبنحكي وبنتناقش فيها. قعدة ستات يعني زي ما نكون قاعدين مع بعض بنحكي في أي مكان، ستات مع بعض. احنا هنا كمان بنحكي في الاستوديو مع ضيوفنا، والفقرة دي ما فيهاش أي حد متخصص، هي مجرد قعدة ستات بنحكي وبنقول اللي في قلبنا مع بعض، كأننا قاعدين في خروجة مع بعض معاكم هنا في ضيوفنا في الاستوديو، ومعاكم من خلال الإجابات بتاعتكم والتواصل بتاعكم معانا على صفحة الفيسبوك، كأنكم كمان قاعدين معانا في قعدة ستات، ونحاول نقول للي بعتلنا قصتها احنا رأينا ايه. احنا معانا طنط نعمه، خالتي نعمه زكريا الحجاوي، اهلا بيكي. اهلا يا دعاء. وراشا النجار، راشا بنت خالتي، اهلا يا راشا. بنت اتعرفت على شاب في الجامعه وحبوا بعض واتخطبوا، مامتها ميته، باباها جوزها، وبعد كده هو اتجوز وبقى ليه حياته. وهي وجوزها كانوا عايشين حياه كويسه مع بعض، وخلفت بنت عندها 3 سنين. فجأة حياتها اتقلبت لما جالها سرطان، اتصدمت وكل الناس اللي حواليها اتصدموا وجوزها، وقالت خلاص انا هبدأ رحلة العلاج، وجوزها وقف جنبها، وواحدة صاحبتها وقفت جنبها الفترة دي، وقفت جنبها جدا حتى اكتر من جوزها، وهي كانت زميلتهم في الجامعة. الموضوع طول، وقالت لها ان ما ينفعش انك انت الام، قالت لبنتها ان ما ينفعش ان انت تفضلي قاعده كده وجوزها موجود في البيت وانت عايشه معاهم وحالك واقف، والناس بداوا يتكلموا وانت بتباتي عندهم كتير. وبصراحه الام عندها حق، الوضع بقى غريب. جات لي فكره، اللي هي بقى بعتلنا بتقول ان جات لها فكره، ان هي قالت لصاحبتها دي ان الحل الوحيد ان هي تتجوز جوزها. فكره غريبه، بس صاحبتها اتصدمت وعيطت وقالت لها ما ينفعش، قالت لها لا انت دلوقتي اللي بتربي بنتي وكانك امها، انا عايزاكي تتجوزيه، انا ايامي في الحياه معدوده وعايزاكي تتجوزي جوزي وتبقي ام لبنتي. قالت لها كده كده انا هربي بنتك وانت هتبقي برضو معانا وكده. المهم فضلت تقربهم من بعض لحد ما حست ان الامور بدات تمشي. فتحت جوزها برضو الاول اعترض، لكن الامور بدات تمشي. يعني الانسان دايما يبقى عنده يقين بالله، ما يفقدش الامل ابدا. يعني هي استعجلت، ايوه استعجلت في انها تاخد قرارات كده يعني ضد طبيعه المراه، يعني ان انا اخلي جوزي يروح يتجوز صاحبتي، صعبه جدا يعني. لكن طالما ان حصل، هي غلطت طبعا، الناس تعجلت وكده، بس طالما انه حصل ده حرام ان هي بعد ما وقفت جنبها وبقت اسمها اتجوزت، وتيجي بعد كده لما مصلحتها خلصت معاها تطلقها من جوزها. لا خلاص، هي اللي خدت القرار وهي اللي تتحمل النتيجة. لا، يعيشوا مع بعض، وأكم ناس يعني عاشوا مع بعض وهي يا صديقة مخلصة بصراحة، فلا ما تفقدهاش. وانت يا رشا رايك ايه؟ مش عاجب؟ عادي يعني، ده الطبيعي، ده الطبيعي. نعيش حب عادي مع بعض وكده؟ لا طبعا الوضع صعب قوي يعني. يعني لا، ما متهيألي ما فيش يعني ان اي ست تتقبله وعايشين مع بعض وهي مش هتربي هي بنتها. اللي قال اختارت، هي بقى كانت غبيه في اختيارها ده الصراحه، يبقى تتحمل غبائها. وهم كلهم وافقوها، مع انها هي لو كانت استنت يعني وكانت توفت، أيوه. مثلا كده كده كان هيتجوز اصلا بعديها على طول على 40 يعني. لكن هي استعجلت وقدرت البلاء قبل وقوعه يعني. لكن لا طبعا انا شايفه ان الوضع مش لطيف يعني. لا طبعا معترضه يعني، لا انا لا شايفه ان هي تتطلق. دي قصه واقعيه، لكن احنا عايزين نشوف الواقع بقى، بقيه القصه الواقعيه دي هيحصل فيها ايه؟ انت قصدك ان هي حصل، ان في الواقع حصل ان بعد ان حصل ان هم عاشوا مع بعض السنين وبقوا اصحاب، امال دي بقى هم اوريدي اصحاب وزي الاخوات وهي اللي اختارت كده، فلا يبقى تكمل على كده. ايمان الموقف صعب، بس لازم للاسف تقبلي بالوضع ده عشان انت اللي خططتي له، ومحدش وقف جنبك غير صاحبتك. على فكره اغلب الناس، اغلب الناس مصلحتها ما خلصت تقول لها خلاص سيبي جوزي وتطلقي. مثلا عبد الرحمن بيقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟
واقبلي الوضع الجديد. نور، لو جوزك مقتدر ماديا، في بيوت عاشت سنين بالوضع ده وده مش ذنبها اللي حصل. على فكرة تقريبا كل الإجابات كانت بتنصحها نفس النصيحة، لكن احنا نقول حاجة، انه طبيعة المرأة والإنسان يعني في الموضوع الغيرة طبعا، فأكيد هيكون حتى لو خلاص هو ده الرأي الصح ان بس لازم صعب. تعيشي، هو صعب، صعب جدا انك لازم تعيشي الوضع ده، هو صعب، صعب طبعا، ان هي هتحس برضو ان في الاخر بنتها بتقول لواحده تانية مشاركاها الامومه يا ماما، جوزها في واحده تانية شاركتها بالظبط، هو صعب بس حصل. احنا قلنا الراي بتاعنا في قعده ستات، والمشاهدين قالوا رايهم، وهم الاثنين بقى اللي يقدروا يحددوا هيقدروا يعيشوا طبعًا حياتهم ازاي، لان بالزبط الموضوع كقصه غير لما الواحد يكون عايشه فعلا. بالظبط، ربنا يعمل لهم اللي فيه الخير، والحمد لله على سلامتك يا حبيبتي، يا ربنا يتم شفاك وشفا كل الناس يا رب ان شاء الله. ولازم الانسان يبقى عنده يقين بالله وامل. أيوة، ما يأس. ايوه، مهما كان المرض ربنا قادر على ان لو ايه، سيدنا ايوب عارفين المرض اللي كان عنده ايه، وربنا اراد انه يشفى. صح، فيعني لا، الحياه فيها معجزات كتير. طبعا، بشكركم جدا في نهاية فقرتنا، وشكرا لكل مشاهدينا، وعندنا لسه فقرات كتير في حلقتنا النهاردة، خليكم معنا بعد الفاصل.